السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد بوزان في فيديو جديد. اليوم رح نتحدث عن الطريقة اللي ممكن من خلالها نحسب الراتب الصافي من الراتب الكامل عن طريق برنامج آب على الأندرويد أو حتى على الآب ستور. اليوم رح نتعرف بطريقة عملية كيف بنحسب الراتب الصافي من الراتب الإجمالي. طبعا نحن حكينا في حلقة سابقة عن فكرة الفئات الضريبية وقلنا انه هي اهم عامل بتحدد نسبة الراتب الصافي من الراتب الكلي. اليوم رح نتعرف بشكل عملي كيف بنحسب هذا الراتب الصافي. لو انا لقيت شغل مثلا وقالوا لي انه البروتو جهالت، يعني الراتب الكلي، هو مثلا مبلغ معين 1000 يورو 2000 يورو، فانا بدي اعرف انه شقد راتبي الصافي من خلال انه أعرف فئتي الضريبية أنا هي وبعض الأشياء الصغيرة كمان المكملة. طبعا في مجموعة كبيرة من البرامج بتساعدك على هذا الشيء أنه نحل هالفكرة ونشوف قد الراتب الصافي بتحسب هالأشياء. في مجموعة من البرامج على البلاي ستور طبعا اللي معه جهاز أندرويد، أو على الأب ستور اللي معه آيفون مثلا برنامج تشغيل iOS. اليوم رح نتعرف على أب معينة، برنامج معين رح نحسب من خلاله الراتب الصافي من الراتب الكلي. رح نتعرف شو اسم التطبيق وكيف مننزله وكيف منستخدمه مشان كل شخص يقدر يحسب راتبه الصافي من راتبه الكلي. وبحب أنبه لفكرة كتير مهمة، إنه أحيانا في بعض الفروقات شوي، يعني البرامج هاي أحيانا ما بتحسب 100% وأحيانا بتجي على الرقم تماما، اللي بيفرق دائما كم يورو ممكن. هاي نقطة كمان لازم ننتبه لها حسب المدينة اللي أنت موجود فيها. طبعا في كتير عوامل ضريبية بتلعب دور، هي فروقات بسيطة جدا ولكن فينا نعتمد على هالأب أو هالبرنامج. طبعا هو برنامج منزل أكثر من مليون مرة على الأب ستور، أنا شخصيا استخدمته في السنوات الماضية أكثر من مرة، كل سنة بيتجدد طبعا لأنه في بصير أحيانا تغييرات ضريبية صغيرة، فلازم نستخدم دائما الأب تبع هالسنة سنة 2018 مشان نحسب الراتب الصافي من الراتب الكلي. طبعا نحن لما بنروح على الاب ستور او بلاي ستور بنلاقي في كتير برامج، يعني ممكن تستخدموا برنامج تاني، الفكره دائما وحده، هلا رح نشوفها كيف، ولكن هذا التطبيق هو الاكثر استخداما في المانيا. فبتمنى لكم متابعه ممتعه لطريقه تنزيل الاب هلا وكيف نحسب هالاشياء. لحتى ننزل التطبيق اذا كان عندنا نظام التشغيل هو نظام تشغيل اندرويد، بنروح على البلاي ستور هون، بندخل على بحث قائمة البحث ومنكتب بروتو نيتو ريشنا، طبعا هذا اسم التطبيق، نضغط عليه رح يظهر لنا هذا أول تطبيق هو هون باللون الأزرق لعام 2018، نكبس عليه. طبعا أنا سبق ونزلت التطبيق، فممكن أنتوا هون تكبسوا على انستاليغن تفتحوا التطبيق وتنزلوه. طبعا أنا منزل التطبيق وهيك شكله وواجهته الرئيسية، وهلا رح نشوف كيف نستعمله مشان نحسب الراتب الصافي. فلو حبينا مثلا نعرف الراتب الصافي من المبلغ الكلي، إذا كان راتبنا خلينا نقول 2000 يورو، إذا أنا بشتغل ب 2000 يورو بروتو بدي أعرف شو قد النيتو. أول شغلة بحطها هو المبلغ، طبعا هون موناتس كهالت، الشتويا كلاسة، طبعا نحن تعلمنا كيف بنختار الشتويا كلاسة تبعيتنا. إذا أنا كنت مثلا شخص أعزب بحط اللون شتويا كلاسة 1 وبتركها هلا هيك، وهلا شوي تاني بنشوف الفروقات. بعدين بروح على البوندسلاند، أنا في أي مقاطعة عايش في ألمانيا، لنفترض انه مثلا انا عايش في مقاطعة بايرن فبحط بايرن. والكيرشنشتايا يعني هي الضرائب، هل انا ادفع ضرائب للكنيسة ولا لا، اذا كنت شخص مسيحي بدفع ضرائب للكنيسة واذا لا ممكن اشيلها فبحط 9. هون عنا البشفتيغونكس عاد منتركها شتندات، الكندا اذا في او لا طبعا نحطها يا او 9 كمان، والكرانكنفازيشن هو اذا كان بريفات او جزيتسليش نحن منتركها جزيتسليش، هي التأمين الصحي العام. طبعا بحط عمري هلا هون التا الستاينت غينز ماسيش ياغي يا او دا 9، والسايت غاوم برو مونات يعني نحسب نحن بالشهر، والياء هو سنة 2018. اذا ما رح ندخل بالتفاصيل اكتر من هيك، فقط هاي المعلومات الشتندات الموجودة ممكن انا احطها. اذا بتلاحظوا هلا شو صار فوق، هو حسب لي بالضبط البروتو برو مونات الابقابن يعني الجزء المقتطع هو 607 يورو و75 سنت، فأنا بيصلني راتب صافي 1392.25. هلا لو حبيت أشوف التفاصيل الراتب، إذا الجزء المقتطع من الراتب ال 607.75 أشوف وين موزعة، إذا بضغط على هذا الزر رح أشوف اللون شتايا 185.08 هي ضريبة الدخل بتروح للدولة، تحت السوليداريتيت سوشلاك هي ضريبة أعمار ألمانيا الشرقية 10 يورو 17 سنت، الكيرشن شتايا باعتبار أنا حطيت لا فصفر ما بينقطع شيء،
الغنتن فازيشاونغ بيروح طبعا على تأمين التقاعد 186 يورو، الأربايتسلوزن فازيشاونغ بيروح على تأمين البطالة ضد من العمل، طبعا كمان حكينا عنها في حلقة سابقة، وبعدين عنا الكرانكن فازيشاونغ التأمين الصحي 166 يورو، والبفليغ فازيشاونغ 30.50، طبعا هي الرعاية الصحية. إذا هذا هو تفاصيل المبلغ الذي يتم اقتطاعه مني لما أنا بشتغل. إذا راتبي الكلي 2000 بروتو بيروح 670 طبعا ضمن الشروط اللي حطيناها، فأنا الشروط دائما بقدر أغيرها، وهي تفاصيل جزء كل جزء مقتطع. فلو افترضنا مثلا أنا بشتغل لون شتوية كلاس 3 فبغيرها 3، أنا شخص متزوج، فلاحظوا شو بدي يصير. هلا ازداد نسبة الراتب الصافي، صار طبعا الراتب بروتو ضل 2000 ولكن الصافي ضل 1582 لأنه اللي اقتطعوه 418، وإذا لاحظتوا كان مكتوب هون شد الزيادة فرق شي 180 يورو. إذا بيجيني في هالحالة راتب صافي أكتر من الراتب الكلي، وبناء عليه ممكن أغير الأشياء. مثلا فأنا إذا كانت لونج تاع كلاسة تبعيتي 1 أو 3، هدول أشهر حالتين، أو إذا نحن 2 عم نشتغل 4، بقدر أحطها إذا مقاطعتي ماي بايان، مقاطعتي خلينا نقول مثلا هامبورغ. أحيانا بصير تغييرات طفيفة حسب كل مقاطعة وكل مدينة، ولكن هذا الرقم يعني صحيح إلى أبعد حد. أحيانا ما بيزبط على السن تماما لأنه في عوامل تانية حسب المدينة اللي أنت ساكن فيها، ولكن الفروقات لا تتعدى يعني كم يورو أحيانا في أقصى الحالات. وطبعا بحط عدد الأولاد هون، العمر طبعا، والتاريخ الزمن اللي أنا بدي أحسبه اللي هو شهر. فكل ما أنا غيرت هالأشياء المعطيات، فلو حطيت مثلا راتبي خلينا نقول 1500 يورو، طبعا بتتغير المعطيات كمان، وبناء عليه كل شخص فينا بيقدر يحسب راتبه شقد راتبه. طب انا لو اشتغلت براتب ليس ثابتا، يعني اشتغلت براتب مقداره مو مثلا 2000 يورو 1500 1300 وانما بالساعه، كثير هي من الاشياء خاصه سايت ابات فيهم ان احنا بنشتغل بالساعه. فلو كان مثلا راتبي بالساعه 10 يورو وانا بشتغل بالشهر تقريبا وسطيا 160 ساعة، طبعا حسب الشهر لأنه الأسبوع 5 أيام، أحيانا في عنا أشهر بيجي فيها يوم يومين زيادة، أحيانا أقل حسب 31 أو 30 أو ما يصدف نهاية الأسبوع، فممكن يتغير هذا الشيء. فلو افترضنا مثلا أنه أنا بشتغل ساعتي ب 10 يورو وعقدي 160 ساعة بالشهر، يعني بمعدل 40 ساعة بالأسبوع، فبيصير أنا عندي هون 10 ضرب 160 ساعة 1600. فأنا برجع شو بعمل؟ بكبس كمان هون على المونتس كهالت، بغير الرقم وبحطه 1600، بحسبها هي بنفسي 1600، وبغير المعطيات التانية. إذا أنا شاب عزابي مثلا بحط رقم 1، بحط البوندسلاند، وهيك بقدر أعرف شقد رح يجيني راتب صافي من الراتب الكلي. لذلك لما نحن بنشتغل بشركة، طبعا صاحب الشركة إذا بتسأله إنه شد رح يجيني صافي بيقول لك ما بعرف حسب ظروفك أنت. المقصود بهذا الشيء حسب اللون شتوية كلاس اللي أنت فيها، وإذا بتدفع مثلا ضريبة الكنيسة ولا لا، إذا عندك أطفال ولا لا، كل هالأشياء بتلعب دور. طبعا بشكل عام فينا نحسبها بهالآب، فهو بيقول لك إنه الراتب البروتو الراتب الكلي هذا هو الشيء اللي لازم دائما تسأل عنه، والراتب الصافي بيختلف من شخص لشخص حسب ظروفه وطبيعته وفئته الضريبية اللي هو موجود فيها، اللي هي أهم عامل بتلعب دور بتحديد الراتب الصافي من الراتب الكلي. أتمنى أكون من خلال هالتطبيق وضحت هالفكرة. طبعا أنا هذا التطبيق مبرمج، هذا التطبيق أنا شخص ما بعرفه، يعني أنا ما حدا دفع لي فلوس لحتى أساوي له دعاية لهالأب، وإنما هي أب أنا بستخدمها بشكل شخصي مثل ما قلنا، واستخدمتها في كتير من الأيام في السنوات السابقة كمان، كانت تعطي أرقام دقيقة إلى أبعد حد. عملية الضرائب هي شيء شوي أعقد من هيك، ولكن قلنا أنه تقريبا 100% وأحيانا 100% بتعطيك نفس الرقم تماما. فمن خلال هالأب ممكن نحن نعرف لما نروح نشتغل شقد رح يصلنا راتب صافي. في نهاية حلقة اليوم بتمنى أنه أكون قدمت لكم شيء مفيد جديد بيساعدكم طبعا على فهم الأمور كيف ماشي بألمانيا والقوانين والعمل وهالأشياء، ورح نستمر طبعا بهي السلسلة. كثير من الناس عم تطلب مني لسه كمان فكرة واسعة عن السايت أرباتسفيمن واللاي أرباتسفيمن وهالأشياء، رح نتطرق لها كمان تدريجيا ونعطيها مساحة من الشرح والدروس. فتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.